عم سميح يا عم سميح. ايه يا ابني؟ ايه في ايه؟ في ايه مالك؟ فهمني. الحمامه ماتت يا عبيده، حسن بريء وعم حمزه بريء. يعني ايه؟ فهمني قصه الحمامه الميته دي ايه؟ عبيده مش وقت غباء، ركز. انا جبت الحمامه واكلتها من القمح بتاع عم حمزه، ما حصلهاش حاجه. وانا راجع المطبخ لقيت حمامه بتاكل من شوال غريب في وسط الشويله. اول ما اكلت من القمح الحمامه ماتت. خدت من القمح ده ورحت اكلت الحمامه دي، اول ما اكلت منه برضه ماتت. بص انا مش مترجم حاجه دلوقتي، بس كل اللي عايز اعمله اروح اخرج حسن وامير. يعني حسن وامير ياخدوا بقى؟ ايوه يا عم. اوعى يا عم سميح. عم سميح عامل لك مفاجاه، هتضرب لي بعضيها تعظيم سلام. ايه المأموريه اتلغت ولا ايه؟ بص بصراحه انا مقلق، بس اكيد مش هي دي المفاجاه. يعني خمن تاني. بقول لك ايه، انجز وقول من الاخر. الاجازه اللي بعد المأموريه، الغردقه، اوتيل 5 ستار، طيرانك، حريمك، دلعك. عندي واحد صاحبي هناك مظبط لي اوفر ابن رزينه. هي دي المفاجاه؟ ده انا قلت ترقينا ولا حاجه يا عم. لا احنا هنروح نستجم والترقيه هتجي لنا على هناك. بقول لك ايه، انا ماليش في الكلام ده، انا راجل بتاع شغلي يا عم. ايه يا عم اكرم؟ ما تفك كيسك يا عم، انت بتقبض شويه؟ يا ابني انا راجل محترم. بعدين انت شبهه جنائيه، وانت ناسي حاجه مهمه كمان. انا يوم الجمعه الجايه راح اخطب، اروح اقول لها ايه بقى؟ بتفسح في الغردقه؟ طب بص يا سيدي، انت تقرا فاتحه من الخميس واحنا بعديها نروح نقضي يومين في الغردقه. ها؟ مش هسيبك. ماشي. يعني يا سليم احنا لو اتفقنا دلوقتي احنا الاثنين ممكن نخرج من هنا نروح، مش كده؟ لا مش كده، لانه حتى لو اتفقنا وخرجنا احنا الاثنين مع بعض انا مش عايز اروح معاك. اسمع يا جيل، احنا نعرف بعض من زمان قوي، مش لسه هنعرف بعض دلوقتي، عشان كده نفسي تأثر وتجيب من الاخر. من الاخر؟ ماشي. بص يا حبيبي، دي التورتايا يا سليم اللي احنا بناكلها بعد كل عملية. نصها بيروح لزين العطار، والربع بيروح لهاشم، وانا وسيف ومتولي الله يرحمه كلنا مزنوقين في الربع الاخراني من التورتة. وطبعا الرايق الفتافيت يا حبيبي بياخدها من هنا على من هنا، والحاجة ساعة هاشم معاه الربع. واحنا يا سيدي مش بنبص في نصيب حد. ماشي الكلام، لكن انا بقى مش مستريح وعايز ابقى زي هاشم. ماشي. يعني انت يا جلال عايز حته زياده؟ لا يا حبيبي، عايز الربع. الربع من حق هاشم، من نصيب هاشم، لانه مش ممكن ابدا هناخد ابدا الربع من عند العطار. ألف سلامة عليك يا جلال. وعليك يا حبيبي. أنت شكلك كده في اليومين اللي أنا غبت فيهم هنا خدت دور جامد قوي، عشان كده بقى أنا هديلك وصفة من عندي هتستريح عليها خالص. الورقة دي تاخدها زي ما هي كده وتبلها في شوية مية وتشرب منها 3 مرات على الريق، مش هتبقى كويس وهتفارقنا، وتستريح وتريح. مش يمكن انت اللي تريح؟ حبل المشنقه مش بعيد تسليم، طرفه في ايد حضرتي. لو ريحتني حرخي وتقعد معانا وتحضر التقسيمه الجديده وتبقى زي الفل وتنفذ اللي احنا اتفقنا عليه. تعبتني حشد الحبل غصب عني، وانت تعز عليا. ما انت عارف زي ما انت قلت كده، احنا قدام مع بعض وعارفين بعض من زمان، مش كده يا سليم؟ مشكلة يا ريس ان الموبايل ده مقفول بقاله فترة، وبيتهيألي مش ده المكان اللي هم موجودين فيه دلوقتي. برضه تبعت رجالتنا لنفس المكان، ومش بس كده، ما تسيبش حتة حوالين المكان الا لما يكون في حد من رجالتنا بيسأل فيها. في ايه يا حربي؟ انت خبت ولا ايه؟ دختي فوق. فارس عملته فيه ايه؟ لسه مش عارفين نوصل له يا ريس، بس ما تقلقش يا ريس، احنا جبنا العنوان صاحب العربية وهنجيبه. برضو مش بقول لك انت خبت. ايه مالك؟ مالك في ايه؟ طب اهدي اهدي يا عليا. في ايه يا علي؟ مالك؟ تعالي هنا بصيلي. في ايه؟ اتكلمي يا عليا. خد يا حبيب عمتك حتتين الذهب دول، تروح تتصرف فيهم وهات رجاله جداد كده على كيفك، وتروح على القصر
توضب وتروجوا عشان فرحك على بنتي. عايشة. عايشة. عايشة كيف يعني؟ يعني ايه عايشة كيف يعني؟ يعني كده؟ اياكش فاكر اني كنت هديك رجية وتقعدوا تحبوا في بعض وتستجوا علي. لا يا حبيبي، انا ما احبش ابدا صباعي يكون تحت ضرس حد. عمتك تحب تكون شوكه في حلق اللي قدامها، يعني يوم ما تفكر تكح تخنقك وتموت. وبعدين ما انت خابر، رجيه صغيره وعيشه هي الكبيره، يقولوا ايه الخلق علي؟ يقولوا جوزت الصغيره قبل الكبيره. لا ما ينفعش. قولي، هنجروا فتحتك على عيشة ميتة يا حبيبي يا عبودي. تفضل عمي. لبسه. شكرا يا زكريا، طمني. قربنا نوصل للي خطفوا ياسمين، وغالبا هم اللي خطفوا فارس. اللي حصل في اخواتي ده دين في رقبتي، هيترد اللي عمل فيهم كده تالت ومتلت. قدها وقدود يا ابن زين. المهم بس انا مش عايزك تنزل العمليه دي لوحدك. ليه يا عمي؟ هو انا مش قدها؟ لا قدها، ما انا لسه بقول لك يا زكريا، انت كبير من يوم ما اتولدت وانت كبير. انا طول عمري اقول لابوك كده، بس انا مش مطمن. حوالينا عقارب كتير مستنيه اللحظه اللي تلسعنا فيها. واحنا بنهرب منهم ولا بنعرف نصطادهم وندفنهم مكانهم؟ بنصطادهم وبنعمل كل اللي احنا عايزينه، بس لما نكون جنب بعض. انما دلوقتي زي ما انت شايف انا مرمي هنا وانت بره لوحدك. عشان انا لوحدي يا عمي لازم انزل العمليه دي مكانك. الناس كلها لازم تعرف ان لو ما فضلش غير واحد في عيله العطارين كل حاجة هتفضل ماشية زي ما هي. راجل يا زكريا طمنتني. على فكرة جلال جالي عايز يفك حبل المشنقة من حوالين رقبتي، بس في نفس الوقت عايز يربط بيه ايد عيلة العطار كلها. وناوي على ايه؟ هطمعه. هو طمعان وانا هطمعه اكتر. والحبل اللي بيفكر يربطنا بيه بكره هعلقه من رقبته فيه. بس المهم يا زكريا، عايزك لو نزلت العمليه دي تفنجل عينيك وتخلي بالك من اللي حواليك قوي. الضربه اللي بتصيب دايما بتيجي من القريب. خلي بالك يا عزيز انك عشان تثبت براءة حسن وامير هتثبت معاهم اني حكمت عليهم زور، حكمت عليهم باطل. مش القصد يا عم سميح، بس كل الموضوع ان انا خدت شوية قمح من المخزن بتاع عم حمزة واكلته الحمامة من الحمام اللي في البرج. الحمامة فضلت عايشة، معنى كده ان الاكل ده كويس ما فيهوش حاجة. وبعدين رحت المطبخ خدت عينة تانية من القمح اللي هناك، شوال كده شكله غريب في وسط الشوالة، أكلت منه الحمامة تانية، أول ما أكلت منه ماتت. ده معناه إيه يا عم سميح؟ معناه حد رمى الشوال ده في وسط الشوالة، وأنا مش ههدى غير لما أعرف مين الحد ده. بس سيبك، سيبك من كل ده، كل ده مش مهم. أنا المهم عندي دلوقتي إن إحنا نخرج حسن وأمير يا عم سميح. الحمامة ماتت، وربنا رحمها من اللي إحنا فيه، واللي داخلين عليه، واللي داخلين عليه يا عزيز. مش لازم حسن وأمير يبقوا فيه، إحنا داخلين على أيام. لازم كلاتنا نبقى يد واحدة زي سور دار، طوبة جنب طوبة. لو طوبة واحدة مخالفة السور ينهار واللي وراه يضيع. مفيش حرب من غير خسائر، وأول خطوة في الحرب إنك تعرف مين معاك ومين عليك. لو حسن وأمير طوبة مخالفة مش سيينة، مش منينة، مش يوت زينا،
ما فتحوش عينيهم على الدنيا، ما يعرفوش أهلهم مين ولا فين. والدار دي هي ناسنا وأهالينا واللي تستاهل نضحي بروحنا علشانها. حسن وأمير عاشوا وسطينا، يمكن حبناهم وحبونا بحكم العشرة يعني، لكن عمرهم ما كانوا زينا ولا حيكونوا منينا. واللي عايزهم يبقوا زينا أكيد أكيد يا عزيز هو اللي زيهم. صدقني يا عزيز الوقت ده فرصة عشان تعرف مين اللي يستاهل يعيش في الدار دي ومين لا، ما يصحش يكون موجود فيه. فكر يا عزيز كويس، مش دايما الحاجة اللي تفكر فيها صح بتطلع دايما صح. وفكر كمان في المعمل بتاعك، يتحرق يتكسر يجرى له حاجة سيئة لا قدر الله، لو حد عرف اللي انت بتتكلم فيه معاي ده. فكر فكر يا عزيز، انا عارف انك عاقل عاقل وراجل بتفهم صح. يلا اخوي يلا قوم على المعمل بتاعك، قوم هار ربنا يهديك.